السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنحل هذه المعادلة اللوغاريتمية إن شاء الله. نبدأ باسمه تعالى. نلاحظ إنه لدينا هنا X، وهنا أيضا لدينا هذا المقدار معامله أيضا X، لذلك سنقوم بعزل الحدود التي تحتوي على X والحدود التي لا تحتوي على X كمعاملات، ليكون أو لتكون المعادلة بهذا الشكل: x ناقص x لوغاريتم للأساس 10 والأس 5 يساوي لنا لوغاريتم للأساس 10 والأس 6 ناقصا، وسنقوم أيضا بتحويل هذا الجزء إلى الطرف الآخر ليصبح بهذا الشكل: لوغاريتم للأساس 10 والأس 1 زائدا 2 الأس X. الآن سنقوم بأخذ X كعامل مشترك، أو يمكن مباشرة وضع X الأس لوغاريتم للأساس 10 والأس 10. الآن سنقوم بأخذ X كعامل مشترك حتى تكون أوضح وأسهل. عندما نأخذ X عامل مشترك فإن المقدار يتبقى 1 ناقصا لوغاريتم للأساس 10 5 يساوي لوغاريتم للأساس 10 6 ناقصا لوغاريتم للأساس 10 1 زائدا 2 الأس X. الآن يمكن تحويل هذه الواحد إلى لوغاريتم 10 للأساس 10، أين المقدار سيصبح بهذا الشكل: لوغاريتم 10 للأس 10 ناقصا لوغاريتم للأساس 10 والأس 5 يساوي لنا لوغاريتم للأساس 10 6 ناقص لوغاريتم للأساس 10 هنا أيضا 1 زائد 2 الأس X. الآن سنقوم بتحويل الطرح إلى عملية قسمة حسب خواص اللوغاريتمات، حيث إنه لو كان لدينا لوغاريتم للأساس أي وهنا X ناقصا لوغاريتم للأساس أي هنا Y، فإن هذا المقدار سيساوي لوغاريتم للأساس أي، وفي الأس سيصبح لدينا X على Y. طبعا هنا أيضا Y لا تساوي صفر، حيث سيصبح أو ستصبح المعادلة اللوغاريتمية بهذا الشكل: لوغاريتم للأساس 10 والأس يصبح لدينا 10 تقسيم 5، هذا في هذا الطرف. أما في الطرف الآخر سيكون لدينا لوغاريتم للأساس 10 والأس سيصبح 6 مقسومة على 1 زائد 2 مرفوع للأس X. سنقوم بتبسيط هذا الجزء، حيث سيصبح لدينا X مضروبة فيه لوغاريتم للأساس 10 والأس هنا سيتبقى لدينا 10 تقسيم 5 2 ويساوي لنا الطرف الآخر لوغاريتم للأساس 10 والأس 6 تقسيم 1 زائد 2 الأس X. الآن سأقوم برفع X لتصبح قس للاثنين حسب خواص اللوغاريتمات، حيث أنه لو كان لدينا N لوغاريتم للأساس A والأس X فإن ذلك يساوي لوغاريتم للأساس أي والأس X الأس
n. سأستخدم الآن هذه الخاصية لنحصل على لوغاريتم للأساس 10 2 plus x تساوي لنا لوغاريتم للأساس 10 6 تقسيم 1 زائد 2 plus x. الآن لدينا لوغاريتمين أساسهما متشابه، إذن الأسس أيضا تتشابه، أي أنه سيكون لدينا 2 الأس x يساوي 6 تقسيم 1 زائد 2 الأس x. بضرب الطرفين في الوسطين فإننا سنحصل على 2 الأس x تربيع زائدا 2 plus x ناقصا 6 يساوي 0، حيث أن قمنا بضرب 2 في 2 plus x لتصبح 2 plus x تربيع، وواحد في 2 plus x هي 2 plus x. وهنا أيضا في المقام لدينا مقام هذا الجزء 1، 1 في 6 يساوي 6، قمنا بتحويلها إلى الطرف الآخر لتتحول إشارتها إلى السالب. الآن نفرض أنه لدينا y تساوي 2 plus x، فتصبح المعادلة السابقة، أي أن هذه المعادلة تصبح بالشكل y تربيع زائدا y ناقصا 6 يساوي 0. ويمكن حل هذه المعادلة باستخدام التجربة يساوي 0، حيث أنه سنأخذ y وهنا أيضا y هنا زائد 3 هنا ناقص 2 يساوي هذا المقدار بهذا الشكل، حيث أن y ستساوي لنا سالب 3 أو موجب 2. أي أن سيكون لدينا 2 الأس x وهي قيمة y تساوي سالب 3 أو 2. من الواضح أن المقدار 2 الأس x هو مقدار موجب، حيث أن المعادلة مطلوب حلها في حقل الأعداد الحقيقية وليس الأعداد المركبة، لذلك فإن السالب 3 تكون مرفوضة لأن المقدار الأسي أو 2 الأس x قيمته موجبة دائما، لذلك فإنه سيتبقى لدينا 2 الأس x يساوي 2. ومن الواضح أن هذه 2 هي مرفوعة للأس 1، وبما أن الأساسات هي أكبر من 1 أو أنها لا تساوي 1 أو 0 أو سالب 1، لذلك فإن x تساوي 1 وهو حل المعادلة اللوغاريتمية المطلوب. شكرا لكم لمتابعتنا، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا، وشكرا لكم.